iyadoo maalmihii u dambeeyey wararka soo soo baxay ay sheegayeen inuu sacsilayo gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa waxa arrintaasi beeniyay waxba kama jiraan ku tilmaamay xildhibaan Cabdiraxmaan Shaad oo ka mid ah golahaasi waxaanu sheegay inay arrintaasi ka dambeeyaan xildhibaan ka tirsan golaha guurtidu waxaanu yiri waxa kama jira mana ogin haddii wax noo sheegayo guddiga joogtadaana uu noo iman lahaa قرانا وحنا كمو شي ميتنا ان ورنا مو سي دين سق هذه يا جلال دتك بينت بونبونيا ايا وحا شيغه او مر بدلنا عبا ودكان مر ان عيال بي بكرو يعني وش حسدي ان عسى وعنك او ووح سو جوغا او هذه يا جلال سودا وح ويان قدوما ايغو وحنا نو ما شيغين منعس اسمنا عسيليو وانا عافمات غبا وانا بورا او هدي دتك اورانا عافمات درت ما جرو عافمات هو غبا عافمات بو غبا ورر كان واحد كسو بخان كولايا قار كميدو او واحد دوني ان اوغن هيبا او هبل هبل انو لانو ام شيك دونا لو تاتالي راس هورتو مركو انت استقاله دبا جينين انكو حكومه انكو قدوميه هي انكو هورتو وحنا شيك دونا امكو كحفيسكي سفليته حفيزكي سفليا وان وكا صبحنا وحنا نو مشيغين كدا شوكتدا نو حنا مشي واخ واخ كجيرا ما جيران وا بين عط او اي قراي قراي قار كميدي اي ودان انك اغو قار انوغنا انك انك دو مقعابي مينانو احمد محمود دول تلفزيون كسان هرغيزا.